بعيدا عن السياسة دكتور، هل فكر الداعشي انتهى بمقتل البغدادي؟ اصلا شي مثل كان مجروح بغارة عراقية ومات، مات بالمستشفيات التركية ودفن، وما يقدر اتحدى ترامب ان يطلع شي من عنده. الثانية قال بالبيت 10 مدري 20 مدري 30، ويا ابو بكر كذب، لان البيت اللي بيه هواي ناس يجلب الشبهة، يجلب الشبهة. الثانية اكو بيت انقصف، لا بيه بطانية لا بيه مخدة لا بيه آثاث لا بيه تأسيسات كهربائية لا بيه صخام لا بيه مولد كهرباء. البغدادي هيك عبالكم؟ وين لقيتوا هذا الحكي؟ هذه القضية مثل من؟ مثل مال أسامة بن لادن من كمشو، كمشو كان فجروا البيت مالته. طيب ماذا يريد أن يقول الأمريكي دكتور بهذه الرواية؟ ترامب والمحيطين به بدا يضعف وبدا ينتهي، فلازم إلى رواية هوليودية كبيرة يطلع بها بهذه الطريقة. الروسي يقول لم نرى ولم نسمع بأنه غنى غارات هاي الثلاث أيام أو أربع أيام.